نروح بقى للجنة المشروعات الصغيرة. النائب محمود سعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكد أن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الحد القادم لبحث جدول زيارتها للمحافظات للتعرف على إمكاناتها ومواردها والمواد اللي يمكن من خلالها المساعدة في بدء مشروعات صغيرة للشباب وتخصيص الأراضي اللازمة في كل محافظة لعمل تلك المشروعات. سعد ان اللجنه انتهت من وضع خطه زيارتها للمحافظات واللي هتبدا في 10 اغسطس القادم وهتكون الفيوم والشرقيه اول المحافظات الموضوعه في القائمه. تفاصيل اكتر على الهواء مباشره زميلنا محمد رياض من امام مجلس النواب وهيطلعنا على تفاصيل اكتر. محمد برحب بيك والتفاصيل عندك تفضل. مساء الخير عليك شريف. يعني بالفعل بدأ مجلس أو النواب اليوم مناقشة العديد من القضايا وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ودور المسنين وأيضا حل المشكلات التي يتعرضون لها. هيسعدني أن يكون معي المهندسة فايقة فهيم عضو مجلس النواب وأيضا عضو لجنة المشروعات الصغيرة. برحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا شرفنا. النهاردة يعني في أو بدأ منذ قليل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في مناقشة مشروع أو المشاكل التي تخص المسنين وذلك تحت إطار المادة رقم 83 من دستور 2014 وذلك يعني للدور اللي قام به المسنين طيلة السنوات الماضية. إيه يا فندم اللي هتقدروا النهاردة تعملوه وهتناقشوا إيه النهاردة والآليات اللي أنتوا هتتخذوها مع هؤلاء المسنين؟ طبعا احنا اول حاجه احنا بنقول المسنين دول في منهم كانوا موظفين في البلد فدول ادوا البلد كتير جدا لازم نراعيهم. مش معنى انهم مسنين ان احنا ما نعتنيش بيهم. فطبعا دور المسنين احنا رحنا مع لجنه التضامن وعملنا زياره مفاجاه لبعض دور المسنين. للاسف الشديد لقينا الاسره ما فيش نظافه ما فيش رعايه. فطبعا احنا اهتمامنا الاهتمام الكلي بالدور المسنين اللي بيراعي المسنين. تاني حاجة احنا عايزين رقابة جامدة جدا على دار المسنين. بالنسبة للمعاشات في بعض المسنين بيروحوا على البريد بيقفوا في الطوابير وبيبهدلوا وفي بعضهم بيجيلهم الراتب لغاية عندهم. انا من هنا اهوت بطلب من وزيرة التضامن تراعي المسنين كلهم ويبقى الرواتب بتاعتهم المعاشات أو التأمينات توصل لهم لمكان الإقامة بتاعتهم. لازم نراعيهم. بالنسبة برضو في المساك في الإسكان نراعيهم المكان اللي هم سواء عايشين مع أولادهم أو في دار مسنين بنراعيهم رعاية كاملة. رعاية إزاي؟ يعني أنا مثلا عايز مواصلات أراعيهم في المواصلات برضو. لو في مسن رايح في مكان يبقى في أماكن في المواصلات تراعي المسن. المسنين عندنا برضو نراعي. احنا اتكلمنا عن المعاشات طلبنا زيادة المعاشات برضو للمسنين. ازاي انا اكون انسان اديت لبلدي واشتغلت وتعبت وكافحت دلوقتي الحالة المالية صعبة جدا جدا فلازم نزود المعاشات للمسنين. انا اشتغلت في البلد واديت البلد كتير قوي المفروض اطرعها في معاشاتي في كل حاجة في لأن مصر عظيمة صدقني مصر طب عظيمة. طب باشمهندسة يعني لجنة النشاط في البرلمان كانت زارت عدد من المحافظات كويس. إيه اللي رصدتوه في المحافظات دي فندم وإيه اللي تقدروا تعملوه؟ ما أنا بقول لحضرتك إحنا خدنا بعضنا ومرينا على بعض دار المسنين وبصينا على بعض الأماكن اللي موجود فيها. وبرضه بنطلب إن يكون في دار المسنين في يكون طبيب مقام هناك ويبقى في تمريض لأن ممكن المسن في أي لحظة عنده سكر عنده ضغط عنده كبد عنده أمراض كتير جدا فلازم يكون في دار المسنين طبيب مقام. أنتوا مش حضراتكم اللجنة لسه هتزور في شهر أغسطس اللي جاي عدد من المحافظات يا فندم؟ فعلا احنا أنا بقول لحضرتك اللي احنا زرناه ولسه هنكمل الزيارة. وبعدين احنا بنتكلم على الحالي دلوقتي ان احنا نتمنى الكلام ده نتمنى ان احنا كل واحد يراعي المسن اللي في البلد. طب كان في عدد من المسنين يا فندم جوه مجلس النواب النهارده بيعرضوا مشاكلهم من نقص الخدمات والمعامله السيئه اللي بيلاقوها. ايه ابرز الحاجات اللي قالها لكم يا فندم؟
هو حضرتك دلوقتي ابرز حاجه اللي هي بقول لحضرتك المعاش، المعاشات طبعا هم عايزين حد يجيب لهم المعاش للمكان اللي هم فيه. التأمين الصحي ما بيتعامل، ما بيروحوا المستشفيات المعامله لهم معامله بتبقى غير مرضيه، فالمفروض يراعوا المسن. انا مثلا رايح معايا بطاقه التأمين الصحي يبقى ليا مكان، يبقى ليا اولويه، يبقى ليا رعايه كامله، يعني اراعي المسن، اراعيه في كل حاجه. طب يا فندم، أزمة الدولار يعني مصر كلها عايشاها النهاردة وعاملة مشكلة في الشارع المصري، وصلت لفين؟ هل أنتوا بدأتوا تتخذوا خطوات داخل المجلس فندم للعمل على حل مشكلة أزمة الدولار؟ هي أزمة الدولار دي تعتبر كارثة، ويعني بس نشكر ربنا عندنا الرئيس السيسي امبارح اجتمع مع محافظ البنك المركزي واجتمع بالمسؤولين، وطبعا المشكلة كلها للأسف الشديد في بعض مكاتب الصرافة والسوق السوداء. فاللي جاي هيبقى أحسن، وأنا بقول اللي جاي خير لمصر، ومصر يعني نتفائل. احنا ياما مرينا بكوارث كتير ومرينا بأزمات كتير، ومصر عمرها ما تقع، وبنقول للي عايز توقع، اللي عايز توقع مصر، مصر عمرها ما تقع، ومصر طول عمرها راسها مرفوعة بشعبها وبناسها وبولادها اللي في الخارج اللي هيدعموا البلد، لأن أي إنسان مصري في أي مكان عايز بلده تقوم، ومصر بخير بناسها. شكرا. مشكورك فندم، شكرا جزيلا. يعني شريف، ده كان لقائنا مع المهندسة فايقة فهيم، أعود إليك مرة أخرى. فضل. شكرا ليك محمد رياض، وشكرا لسيادة النائبة، شكرا ليك.